عبد الحنين الروح المصمم الوحيد هذه السنة بين مجموعة مصممات نساء، أو الرؤية الرجالية الوحيدة في هذا العرض على القفطان المغربي النسائي. عبد الحنين الروح المعروف بأسلوبه الرومانسي في تصاميمه اختار هذه السنة إدخال تفاصيل جديدة على القفطان من قبيل لوجيلي أو البوليرو، مستلهم من الثقافة الغربية. اشتغل على أثواب من قبيل موسلين والتول الحرير ممزوج بالبروشي دو سوا بألوان باستيل، والكل مزين بقطعة البوليرو من المبرة بلون غامق لخلق التباين في الألوان أو الكونتراست، ومخدوم بالزواق ديال المعلم والطرز. استعمل حزام مشبك مستوحى من المشربي. ثم الفستان بلمسة عبد الحنين الروح، طبقات عدة من الثوب الشفاف من المسلين طايح والمتموج بالخفة ديالو. هذه إذن هي مجموعة تصاميم عبد الحنين الروح، تفاصيل جديدة من قبيل لوجيلي أو البوليرو، تعطي للقفطان المغربي جمالية راقية.